كوكو مي شيري، مرحبا بكم عشان يوتيوب نتاعي. اليوم جبت لكم غسالة بنينة ياسر وسورتو مزيانة ياسر، تنجمو تقدموها وقت اللي يجي وحدكم الضيف. الغسالة نتاع اليوم باش تكون الباز نتاعها بات فايتي، اما باش نعملها بتخوا بارفان ديفيرون. دوك اول واحد باش نعملوه بالكريفيت، الثاني باش نعملوه بالسومون، والثالث باش نعملوه بالدجاج. حبيت نقولكم بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل نتاع جلوتين، راهو ماهوش لازم يعني تعملوا البات. باول حاجه هوني باش ناخذ المول نتاعي نتاع المافين، نتاع الميني مافين، الميني كب كيك، مش الكب كيك العادي، باش نحاول نزيتو هكا شويه، ومن بعد نمسحو الزيت الزايد الكل، نخليه جوست شويه زيت مع بتيت كوش جيده. وتو باش ناخذ البات فايتي نتاعي. بالنسبه للبات فيتي، بالنسبه للغسيل نتاع اليوم، ماذا بيا ونخير انكم تاخذوا بات فيتي حاضره وسورتو محلوله، على خاطر الخشن نتاع البات في الغسيل نتاع اليوم اي تري امبورطون. دونك تاخذوها وتزيدوا نتوما تجودوها. بالطبيعه ما تنسيوش اللي البات فيتي راهي معموله بالزبده، دونك فيسع فيسع باش تلصق لكم. دونك ديما حطوا فرينه تحتها، وديما وقت اللي تخدموها وتحلوها بالقلقال ديما دوروا دوروا دوروا، كل مره اعملوا بالقلقال ودوروا باش ما تلصق لكمش. اليوم باش نوريكم دو فورم، باش نعملو فورمة مدورة وباش نعملو فورمة مربعة، هاكا نتوما باش تختارو من بعد. بالنسبة للفورمة المدورة راهي هذيا 7 سنتيمتر القطر نتاعها، دونك الديامتر نتاعها 7 سنتيمتر، تجي خارجة شوية معنتها كي تحطها فوق المول نتاع المافين، تجي كي هاكا زايدة شوية. أول حاجة باش نعملوها باش نقصو الفورمة نتاعنا، ومن بعد نجيو للبارتي اللوطانية اللي هي فيها فرينة، خاطر حنا حاطين فرينة باش متلصقش، ننفضو الفرينة مليح. والبارتي هذيك هي نحطوها من اللوطه. نحب نوريكم ونلح انكم وقت اللي تجيو تحطوا البات نتاعكم ما تدزوهيش، على خاطر كي تدزوها باش تجبدوا البات، والبات باش تولي بلاصه خشيته وبلاصه جيده. نحب زيد نقولكم اللي الغسيل نتاع اليوم يلزم البات تكون جيده، اما مش كلي جيده ياسر، اما لازمش تكون خشينه، سينو راهي باش تقعد لكم معجنه ومش باش تطيب مليح. فوالا نكمل نعملهم الكل وبعد نوريكم الفورمه الجايه. حبيت هوني نوريكم كيفاش تعملوا. ديما كي تلموا البات فيتي ما تعملوهاش كعبوره، ما تلموهاش كعبوره. دونك باش تعملوا تنحيوا الفرينه الزايده الكل وتحاولوا تحطوها فوق بعضها باش تقعد فيها كالطبقات هذوك نتاع البات فيتي، باش نحطها في شكاره ونخليها ترتاح في عقلها باش نمشي نعمل الفورمه الاخرى، ومن بعد نرجع لها البات هذيا. تو بالنسبه للفورمه الثانيه، دونك لي طابلو لانيه هي بيدها، لازم نجودوا مليح. دونك حاولوا جودوا البات نتاعكم، ومن بعد باش نبداو نقسموا في مربعات. بالنسبه للمربعات اللي عملتهم انا اليوم، كبرهم 7 سنتي على 7 سنتي. هذوما باش يجيوكم وقت اللي تحطوهم في المول، باش يجيو كترتوشه ترتوشه هكا على جنب، باش يجيو خارجين. تا تشوفوهم كان تحبوا الترتوشه تجي لداخل في وسط المول، راهو يلزمكم تصغروا. وكيف كيف ننفضوا الفرينه مليح، وكي نحطوهم ما نجبدوش البات، نحطوها بشويه بشويه نسيسوا عليها. دونك توا باش نجيب الفرقيطه باش نقوم الفون نتاع البات هذيك، وباش نقوم لجناب زيده ما تنسيوهمش لجناب. باش البات نتاعنا ما تتنفخش وتقعد لنا اسباس من بعد باش نحطوا فيه الحشو، يلزمنا نرزنوهم بحاجه. دونك نجيبوا ورق الزبده ونقسموه مربعات مربعات، حاولوا قصوا مربعات اكبر مني، يعني انا ظهروا لي صغروني اللي قاسيتهم. من بعد اون بوتيت استوس، وقت اللي تجيو باش تعملوا في التاخت والا في الميني تاخت اللي هو، تاخذوا البابي نتاعكم وهكا تكمشوا في ديكم، تكمشوا في ديكم، ومن بعد كي تحلوه يولي سهل على الاخر مالياب، تنجموا تحطوه في الفورمه اللي تحبوا عليه. بالنسبه للناس اللي تحب تعمل الفورمه المربعه، دونك هوني شنو نعمل، ناخذ عظمه نحط فيها مغرفه حليب ونجي نركضها مليح مليح مليح، وبالفوشه نعمل كترتوشات هذوكم الطالعين ونعملو مشيرتين من تيليوم القدام، باش من بعد يجينا منظرهم مزيان ويحمروا مليح في الفور. تو هوني لازمنا حاجه باش نرزنوا بها باش ما تتنفخلناش البات،
دونك انا هنا استعملت عدس، تنجم تستعملوا عدس شايح، اي حاجه شايحه، لوبيا ولا حاجه شايحه، والا تنجم تشريوا لي بي. لي بي موجودين راهو في البلايص الكل. كان باش تعملوا دي بي، ماذا بيكم تاخذوا لي بي صغرونين، خاطر كتبدا كعبوره كبيره ما تمشي لكمش في البلايص الكل، وفما غيس كانها تجي بلاصه منفوخه وبلاصه لا. هذايا باش نهز نحطو في الكونجيلاتور مده 10 دقائق مادام الفور سخن مليح. راهو الفور يلزمو يسخن مليح 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 مليح، حطيتو على 400 درجه فارينهايت. ومن بعد باش نجيب لي تارتوليت نتاعي باش نحطهم يطيبوا ديريكتومون من الكونجيلاتور، نحطهم في الفور مده 15 دقيقه. اوزولهم كيفاش تحسوهم حمار مليح. دونك توا خرجهم، شنو باش نعمل؟ باش نحي اكل العدس والورقه هذيك اللي فيها، باش نكمل نزيد نطيبها. لازم تزيد تطيب اوزولها محلاها مزيانين، حمار ومشريت الكل وحمار ملوطه، ما جوست الدخلاني تشوفوهم زي ما حمارش مليح. باش تجيكم سهله على الاخر راهو باش نحيوها، جوست هزوها وتقلبوها هكا في دبوزه طيها بكل شيء، ومن بعد جوست تجبدوا البابيي يخرج معكم. توا اكل العظام اللي عملناه قبيله بالحليب، نجيو ناخذ فوشه وباش نحاولوا نحطوا. دونك بالنسبه للمدوره نحطوا في الجناب، وبعد نحطوا الدخلاني الكل، معناتها بالنسبه للزوز فورمات باش نعملوا الدخلاني، اما كان باش تعملوا المدوره ما تنساوش تعملوا الجناب. نرجعوهم في الفور مده 5 دقائق. فوالا توا خرجوا من الفور، حماروا مليح، حماروا من الداخل، طابوا بالكدا، باش نحطهم يبردوا في عقالهم فوق الكغي، بعدين باش نكملوا نحضروا الموس نتاعنا. هذوما لي دو فورم هكا ريتو. بيتو باش نبدا نحضر في الموس الاولانيه اللي باش نعملها بالسومون فومي، هذه اكثر وحده انا نحبها. باش نسحقو 85 غرام سومون، هوني باش نسحق شطر الجبن هذاك. دونك باش نستعمل 120 غرام جبن جبن ابيض، هوني باش نستعمل شويه سيبوليت هذيك باش نزين بها، وبرا باش نسحق قارصه باش نسحق الجو نتاعها يعني، وهوني باش نستعمل الجبن هذاك اللي هو اسمه رانش تشيز. اتاو نخلي لكم الفاحات اللي في وسطو خاطر مفوح بنين ويعطي فيه بنين. وباش نستحقو كريم ليكيد. بهنايا نجي في الفود بروسيسور نتاعي، دونك باش نبدا نخلط في لي زانغريديون نتاعي الكل. ماذا بيا الجبن يكون بحراره الغرفه. بالنسبه للسومون الباكو في 85 غرام، انا استعملت اكثر من شطرو في الموس، خليت شويه هكا باش نزين بهم. بعد بالنسبه للجبن الاخر هذاك الرانش باش نستعمل 40 غرام. الرانش نعرف اللي ماهوش موجود في تونس، مش موجود في البلايص الكل حتى في امريكا. دونك نجم نقولكم خذوا جبن مفوح، هذا جبن فيه معدنوس شايح، ثوم شايح، بصل شايح، فلفل اكحل، ملح، ومعمول بالبن، دونك فيه مطعم بني. ومن بعد نجي نحط عليه زوز مغارف كبار كريم ليكيد، ونحاول نرحيهم مليح لين يولي لي كيما الموس. في الدقيقه الاخرانيه نعصر عليه اقل من نص قارصه باش يعطينا مطعم بني. هنا نجي ونثبتو في التكستور نتاعو، راهو التكستور نجم تكون حسب اك الجبن اللي باش تحطوه، دونك نجم تسحقو اكثر ولا اقل. هوني انا ظهرت لي شده روحها ياسر التكستور، دونك زدت عليها مغرفه كبيره كريم ليكيد. ومن بعد ديما كعصره القارص ديما نحبها هي تكون اخر حاجه باش تقعد اك المطعم نتاعها في الاخر. هكا هو الموس نتاعنا حاضره، سهله على الاخر، بنينه على الاخر، ابن وحده في اللي موس الكل هي هذه انا نحبها على الاخر. دونك باش نهبطها باش نحطها في حاجه بلار باش نسكر عليها، وباش نحطها في الفريجيدير. هذه راهو تنجموا تحضروها نهار قبل، ما اكثرش من 24 ساعه في الفريجيدير. بيتو باش نعمل الموس نتاع الدجاج نتاعي، هوني عندي 350 غرام دجاج طيبتهم، حطيبت معاهم بصل وثوم، فوحتهم ملح وفلفل اكحل، وزدت حديد عليهم بصل شايح وثوم شايح وطيبتهم. راهو قد ما تفوحوا الدجاج نتاعكم قد ما الموس نتاعكم تجيكم بنينه. انا جوست ما حبيتش نحط كركم باش ما يتبدلش لونه، اما راه تنجموا تزيدوا كركم، تنجموا تزيدوا جنجمبر، تنجموا تزيدوا الفيح، هو العمده على الموس هذا. نجي باش نحط عليه 120 غرام جبن ابيض، وباش نحط عليه كيف كيف كريم ليكيد. كل شيء نحطوه في الفود بروسيسور وبنفس الطريقه كما عملنا قبيله. بالنسبه للكريم ليكيد هوني استعملت 60 مليليتر، كما قلت لكم تنجموا تحطوا بالشويه ومن بعد تنجموا تشوفوا الكونسيستانس. انا ماذا بيا ديما تزيدوا بالشويه ومن بعد تزيدوا الكريم ليكيد، خير ملي تحطوا برشا كريم ليكيد ومن بعد ما تلقاش كيفاش تصلحوه.
بالكونسيستانسي زي ما تكون كيف كيف موسوز وباهيه وايري بالقدي ترحيوها مليحه. بيتو باش نعملوا الموس نتاع الكروفيت، دونك باش نسحق 120 غرام جبن ابيض نص قارصه باش نعصروا شويه منها، كيف كيف باش نستعمل الجبن نتاع قبيله الرانش هذاك باش نستعمل 40 غرام، وباش نستعمل شويه كريم ليكيد. بالنسبه للكروفيت دونك باش نخليهم انا تاو بور لو مومون باش نخليهم بالذيل نتاعهم على خاطر ادوكم باش نستعملهم للزينه، وبما اني ما نجمش نعرف منظرهم كيفاش باش يتيبوا دونك نخليهم يتيبوا الكل، من بعد نقي الكعبات المزيانين اللي يعجبوني وهذوكم اللي باش نخليهم للزينه. بالنسبه للترتيب طيبتهم في ماء حديد ما يغلي، حطيت فيه ملح وفلفل اكحل وعصره قارص وطيبتهم. تاو هنا اخترت الكعبات اللي ظهروا لي مزيانين واللي ظهروا لي قد لي كابس هذوكم اللي عملناهم قبيله، والاخر الكل باش نحطو باش نرحيه. بالنسبه للكونتيتي توتال نتاع الكروفيت نتاعي 300 غرام. بهوني حطيت الجبن نتاعي 120 غرام جبن عصره قارص، وحطيت بقيت الكروفيت اللي قعدت لي، وحطيت 40 غرام جبن هذاك الرانش، وكيف كيف الكريم ليكيد باش نحط زوز مغارف باش نرحي ومن بعد باش نشوف كيفاش باش يخرج. بهوني يظهر لي اظن كيفاش غرانيلو شويه، زدت عاود زدت رحيته لين ولا لي موسو موسو علخ. فوالا دونك تاو هنايا هدايا اخر موس نتاعنا حضرت، باش نحطها في البوشادوي وباش نبدا نعبي في لي كابس نتاعي. لي موس هذوما ثلاثة تنجمو تحضروهم 24 ساعة قبل وتخليهم في الفريجيدير، المهم تغطيهم مليح وما تخليهمش يشمو ريحة الفريجيدير. باهي هذوما الحاجات اللي باش نعملهم في الديكوراسيون. دونك عندي الكروفيت هذيك اللي طيبناها مع بعضنا، عندنا شوية سومون، عندنا السيبولات هذيك باش نحطها مع السومون. هذوما بالنسبه للي رونديل هذوكم نتاع الكونكومبر، هذوكم باش نعملوهم كوم باز اذا كان ما تحبوش تستعملوا البات فيتي، والاخر كبار وزيتون وطماطم للدجاج كهاو. نعبيو توا لي كابس نتاعنا بالدوي، ماذا بيا تعبيهم مليح مليح، دونك حطوا الدوي بالداخل هكا في وسط الواحد وعبيوه الدخلاني مليح مليح على خاطر بعد باش تحسوا هكا يتفش شويه راه. فوالا دونك هذوما عبيتهم الثلاثه، كل وحده زينتها بالحاجه اللي هي فيها، دونك الكروفيت زينتها بالكروفيت، اللي بالسومون زينتها بالسومون، وبالنسبه للدجاج زينتها بالكبار وبالزيتون. يظهر لي انه الكبار والزيتون يعطي مطعم بنين ياسر. الو لي موس هذوما تنجموا تعملوا برشا نويره، تنجموا تعملوا بنشوه اللي هي حاجه بنينه ياسر، اما مش الناس الكل تحبها، ما عملت لهاش في الفيديو، اما انا نحبها نشوه، دونك انت تحبوا نشوه زيدوها. تنجموا نتاع الدجاج الموس نتاع الدجاج زيدوا فيها كبار زيدا وترحيوها كان تحبوا الكبار زيدا، نعرف اللي مش الناس الكل يحبوا الكبار، اما كعبه الكبار المزيانه هذيك اللي تحطها من الفوق عندها مطعم زيدا بنين وقت اللي تقدم، عرفتوا كيفاش؟ خاطر المطعم نتاع الدجاج نتاع الموس نتاع الدجاج ماهيش قويه، دونك تجي هكا كلاغيغو نتاع كعبه الكبار ولا الزيتون يعطي مطعم بنين. كنت تسالوني انا انهي اكثر موس عجبتني، هي السومون. نعرف اللي السومون في مي غالي شويه، مي مره في الفيل يعني كان نجم اون بو سو بيرميتر، علاش لي اعملوها سومون راهي بنين على الاخر. فوالا هذه بالنسبه للناس اللي ما تنجمش تاكل عجين والا كسوسوا بوغ ان ريجيم والا عندها مشكل نتاع جلوتين، نجمو ديما هكا تلقاو حل يعني وتعملوا حاجه مزيانه وحاجه بنينه. فوالا الفيديو نتاع اليوم مفيد، ان شاء الله تكون عجبتكم، ما تنساوش خليو لي ثامز اب كان عجبتكم، ما تنساوش تحطولي في لي كومونتير نتاعكم شنو رايكم في الفيديو نتاع اليوم، ونشوفكم في الفيديو الجايه.